عليكم. اليوم رانا في بلدية حمام الدباغ ونروح نعرفكم على المستشفى الجديد اللي راه قيد الأشغال في بلدية حمام الدباغ، واللي الأشغال تقريبا انتهت كلها، أشغال الهندسة المدنية. هنا نشوف المستشفى هذا، لاحظ هذا المستشفى هنا، هذا هو مستشفى حمام الدباغ. هذا هو إذن هذا هو المستشفى الجديد لحمام الدباغ. شاهد المستشفى هذا، عندنا المستشفى في حمام الدباغ. إذن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.